فما براكاج براكاج سيارة رمادية اللون من نوع كاف وكاف سيارة رمادية من نوع كاف وكاف فما ثلاثة شبان وفتاة غريبة سفوار براكاج وش رحتينا يقولوا انهم من جوع رافهم شوفوا شي رحكاش شوفوا رحمة سي انا نمشي على سقايا حسب التحريات ولا هاني قاعدة نشوف غاديكا في عبد السلام ما كذبش عليا يعطي صحة عاوني اليوم في البراكاج قال لي راهي وفي بوكيل والفنانة وفي بوكيل موجودة لهنا في سوسة وتقريبا الوقت هذايا باش نعملوا شوية شوبينج ولا باش نعملوا قهوة ولا باش نعملوا دورة بوكيل اللي ما في بالهاش اللي احنا باش نعملوا معاها براكاج عبد السلام هو اللي نسق معنا الحكاية هذايا تي صحة عم بروفيسيونيل ظهر فوالا هاني قبل ما يدخلوا للسونتر تاع سليم سونتر شت 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 عسلامة وفي بوكيل شنو هذا هنا شويه يجي بحذيه هنا شويه نبعدوا على الامبيونس تاع الحس صافا شنو حوين شبيك تجري انت شنو هي ايميسيون براكاج وفي استعبدني انت عبد السلام يعطيك صحه بيان جوي 5 على 5 يعطيك صحه بيان في صافا وي صافا مرحبا بكم كيفاش عرفتوا لي هوني عبد السلام انت انسان انت متآمر انت مندس انت ازلام ميرسي بوكو عبد السلام حسبتها قد قد افيك بليزير معنا اليوم وفيه لا محل اصحاب على الاخر انا وياه دونك الاوكازيون هاكا لعبنا اللعبه معناها الوفي وبركيناها خايفه شويه غزر لها معناها مش مستانسه هي براكاجات عندك تخاك من الميديا وفي ميديا ليه ما نخاف من براكاجات بالحق عمرك سهلك براكاج بالحق ديما ستر ربي عليا الحمد لله بوسيدي وشو افق على المسرح الحمد لله ديما نحس اللي العباد تحبني ونحس اللي ديما معناتها نحس اللي ديما رايد على الخير عمره ما شوف التونسي مهما كان مهما ناكلوا بعضنا ونوصلوا لدرجه العنف البلافون معناه ديما عندنا كتيبه معناه صعيب ياسر هكا باش تعلت على وليا وندرشنية واحد هذيك قولي بربي ريال ما شنو تعمل في معناتها انا قويت بصح خاطر عندي رونديفو تاع خدمه عندي حفله خاصه عملت كونترا عبد السلام انا وياه تخرجنا مع بعضنا من ليبسي وبتبان بوش بعضكم عندكم تخرجنا مع بعضنا ولد كلاسي فيت مش فرد كلاس ما معناها فرد بروموسيون مع تصحاب علوم الاخبار عم ناول فوالا علاش تضحك قراي عبد السلام وليك ديما شديني الدروج عندنا دروج لفه مو دروج هذايا الدروج نتاع عاليمين في ليبسي كنا نخطوا في تعشني مستقبلنا المهرجانات الكبيره اللي عملتها في حياتي الغنيات التربيه طلعت من الدروج كل شيء الحين اختفتك باش تقعد معايا راه ساعتين في بالك حتى لثمانية وطبعا احنا على جهره معناها اي اون ديريكت بيان سور يا لهوي يا فضيحه بجلاجل يا جرس وحلاجل بعيد عن الناس يا الغالي شكون ليا شكون غيرك في بالي طير بيا بعيد عن الناس يا الغالي شكون ليا شكون غيرك في بالي حلوه الاغنيه هذه اغنيه الحظ اللي لانسيتني افيك توت موديستي افيك لا فرانشيز دو موند معناها من غير ما هذا معروف ليه في لي بواد دو نوي في العالم الكل من امريكا الامارات لبارتو بارتو باريس هي الاغنيه اللي معروفه اكثر مني معناها هي اغنيه حلوه جي دانجو حلوه الاغنيه نبره كيفاه نبره تفضل يا هلا وغلا ما برشا قراو في قفين ودنيا شوف الاغنيه حلوه التابي موزيكال طيارة توزيع حلو على الاخر فما جيني لا 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 مش صوت اما انت ما غنيتش في الغنية ما انت قلت جملة واليتيمة واحدة تربية بعيدة عن الناس يا الغالي بقات تعاود هذيك هي من الاول لاخر الغنية معناها ما عملتش مجهود انت باش غنيت الغنية اي عبد كان ينجم يغني الغنية لا فيها مجهود الغنية ما فماش جيني دو شون من عند وفي بوكيل معناها الغنية هذيا كانت عطات لاي فنان اخر كان ينجم ينجحها لما ما كانش ينجم يكتشفها انا اكتشفت اللحن جاني اللحن قبل الكلام جاتني ناس هايمه وناس تحت التراب نايمه غنيه نتاع موته جاتني هي جات عليها كلام ما هي كان لحنها الملحن الكبير ثامر عبد الجواد هزيتها الحاتم جيزاني قلت له نحب كلام يشبه لي كلام من عمري كلام يشبه للهبال نتاعي
شميت الفلير الحمد لله انا عندي الفلير وكان جاي عندي رقد الفلير فلوس راني اليوم فنانة اكبر من اي ذكيه انت وفي الحمد لله شميتها انا شميتها في قاعده نتاع هكا نتاع سهريه نزيد النبره يا بنتي نبر راني انا معاك ذكيه ذاك علاش خديت المدرس في 8 سنين لا واش 8 6 عبد السلام يشد عليا انا 6 8 سنين قريت ماهوش 8 سنين قريت سامحني جماعه المجلس التاسيسي بقى عام ونص باش يكتبوا الدستور وانا ما وانت قعدت 8 سنين خديت المدرس على على ليه كمان انا خديت نشوف انا خديت المدرس نتاعي بعد 6 سنين ولا اما معناها ما معناتها قريت على روحي حاولت باش نجتهد وحاولت باش نعمل في البروميير اني معناتها في الثوازيام سيكل اول عام ان شاء الله في مصر مش في تونس ما قبلونيش في ليبسيس دونك باش نعملها لبرا الثوازيام خاطر قريت مصر اسهل من قريت تونس بالعكس الكاليتي دونسينيمون سوب في مصر في الاعلام متقدمه علينا برشا في الاعلام متقدمه وليت تكب ساعد القرايه برشا في تونس العوام الاخرانيين حتى الاعلام ساعات يتكب ساعدوا شويه الاعلام عنده واي عنده انتروغاسيون باغفوا فما شكون اللي قاعد يبلبز ويلبز ومن هب ودب ممكن عنده فلوس ينجم يحل مجله ولا تلفزه ولا فهمت والاعلام مش تعلط كمان ما نجمش نمد واحد من السلامه عندك سكسي يا خويا صحه وفرحه نرجع انت قريت صحافه وفاه دونك عندك تكوين اكاديمي اما ما تخممش تخدم اعلام الاعلام اي انا حليت خنسكت وانا حليت مجله على الانترنت كنت نخدم فيها لكن ديغنييرمون تلهيت ما لانسيتيش اسمها هن نيوز انا رئيسة التحرير واعد بذلك من اصغر رئيسة التحرير في تاريخ الصحافة التونسية واول فنانة يكون عندها ستيلو بكل تواضع نقولها انا نكتب عندي عامين تحطوا على الانترنت تلقاو اخبار تونس اليوم وبرشا معناتها نكتب في افتتاحيات هو مش سهل انك تكتب بالعربيه تكتب وفاء نكتب بالعربيه اي انا عبوف نكتب بالعربيه مثقفين تلبس مرايات ما خاطر فما موجه نتاع مرايات نتاع نظر انا ماهيش نشوفوا فيهم في التلفزه معنا عند بعض مس مس بالكش منقوبه ولا لا 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 نعرف محبه للكتاب عيني توجع بالحق البارح كملت اخر كتاب الخمسة متاع الصباح دونك نقعد نقرا معناها على روحي شنو الكتاب تقرا فيه تو اخر كتاب ادم فتحي اللي ربح به بري متاع اول اديب في تونس معناتها يترجم له في المهرجان كوستاريكا للشعر العالمي كتاب نافخ الزجاج الاعمى يوميته واعماله كتاب يقعد يحكي على اللي صاير في تونس اليوم الكل معناها ادم فتحي افون غارديست على الاخر دونك ناخذ من عندك الكتاب نقرا على خاطر انا مقصره شويه في القراءات باللغه العربيه انت نعرفك تقرا معناها ايش بيك اللغه الفرنسيه اكثر ولا الانجليزيه اكثر مسالش برك لفظ دفوكي لفظ دفوكي نطلعوا في الكهرباء بيان سور باش نعملوا لك بغاكاج وين باش نمشي نعطي الكلمه للموزيكا وللاشهار غنيه حسن مقطع صغير على الطاير وفي شنو تحب اي حاجه تجيك في مخك هكا وانت في الامبيونس هذيك شنو دوحل حاجه عطيت اقرب حاجه لقلبك يوم العيون السود مجوزا انا يوم العيون السود مجوزا انا لونك الخمر ساحر لقلوبنا ولونك الخمر ساحر لقلوبنا طاهرة إفام محلاها الطقس ومحلاها الدنيا ومحلاها سوسة ديما حافلة وميرسي للناس اللي ديما يتبعوا ليميسيون نتاعنا انفينيمون بالحق فما برشا محبة في الشارع نعيشوها مع الناس اللي يتبعونا ويحبونا ميرسي للأمن وللحرس الوطني أنا اليوم تفاجأت على خاطرني عملت ديبلاسمون في لوتوغوت نحو العاصمة وقيت اللي بالحق فما برشا ناس يسمعوا في الاميسيون تاعنا من الحرس الوطني نوجه لهم تحيه في لوتوغوت وان شاء الله ربي يعينهم وفي والله برد احنا واقفين لهنا قدام تيب توب لانج في شارع البرتقال هذايا لانج حل جديد لهنا تيب توب محلاه انا نحب سوس على خاطر فيها برشا سيرينيتي الهدوء والاطمئنان فيش برشا وناسها باهين مازلت في عكسجيه الطيبه هذيك مازلت في الناس بصراحه معناها تدخل الريتم في العاصمه اكثر معناها وكل يتعب اما تبارك الله وجه اخوك عبسي حتى من راح ارتاح
تحكي على تحكي على عبد السلام ولا اسم الفني سوري على خاطر ذيك اسم الدلع. طيب قولي مغرومه برشا بتصور، نحسك نارسيسيك شويه، عندك شويه نرجسيه. هو شوف مغرومه باللي فوتو بتصور وبالميزون فالور. مريضه معناه نارسيسيك معناه تتخلى. لا مش مريضه. علاش؟ عقده من العقد في الفريسال مالك فرويد. شوف اذا كان مكوش عنده شويه نرجسيه الفنان، اما بصراحه ما نجمش يسمو بفن ويطلع بيه وياخذ موهبته ويزيد يعملها فك الميزون فالور اللي تحكي بها. وتصور انا بنت بانتر والبانتور مش بعيد على الفوتوغرافي، ونحب ديما نأرخ اللحظات اللي نعيشهم دونك ونعيش مع التصاور ياسر. اي نحب ندخلوا للتيب توب. باش شنو تشرب دابيتو؟ باش نعملوا قهوه؟ شنو تشرب؟ انا شي ديما نحب كافي ولي ناخذ حاجه حلوه بالريجيم بلبست ومشي. ما سمنت شويه وفايت. اي ما تجيش تفضحني هذا مليح. لا نقول في الحقيقه معناها. شنو؟ هذيك الحقيقة بطلت سبور زدت 6 كيلو هكيك نتاع 5-6 كيلو زدتهم على خاطر بطلت سبور وقاعدة ان في الشتاء ياسر نقعد في الدار نكتب والكتيبة ياسر تستلزم مني نقعد معناها على الكرسي ولا الاورديناتور كل يوم. عندك ساعة تقولي نكتب مازلت ما قريت لك شيء. حل الانترنت، اللي عنده انترنت تو يحل، يحط اخبار تونس اليوم، يحط روبريك، تحط وفاة بوكيل، وجهة نظر، تلقى لي زارتيكل اللي كتبتهم من اول شهر في الثورة حتى اليوم تلقاهم على موجودين. عندك تاتش دونجاجمون وفاء معناها فما عندك انجاجمون بعد الثورة فنانة تعمل في جورناليزم سيتويان معناها جاب حذايا وفاء لهنا. اوكي نجيب حذاك نعمل في قاعدة. شوف هون النضالات الميليتونس عندها برشا اشكال. وانا ديما نقول يتغشوا عليا يقولوا شبيها وفاء لسانها طويل. هو مش لساني طويل، هو انا صحيح انا فنانة نمشي الحفلات الخاصة ناخذ فلوس، ناخذ فلوس نصرف على فني ونصرف على روحي، نحاول نكون اونيت وانتيغ معناها نساوي نفسي. لكن شنو هي قيمة الانسان اللي ما عندوش موقف وما نجمش يعبر عليه الموقف هذاك باضعف الايمان؟ الكتيبة يا موهبة، انا كتبت الف محبة وكتبت برشا حاجة مش جديدة عليا، مش دخلت لي بسي علموني نكتب، اطروني وجهوني كيفاش نكتب. لكن عندي انا اللي ما عندوش بوزيسيون اليوم وما عندوش موقف يعبر عليه، بصراحة بصراحة الفلوس نجم تجي من أي مصدر آخر معناه، ويقولوا لساني طويل معناه نتكلم هكا نغشش في الفنانين. هذيك الحقيقة اليوم عادش نجم تستبله الناس، لي ريزو سوسيو ماكلة بعضها، تويتر فيسبوك، العالم ولا منفتح بكليك تمشي مانيش عارفة. شوف تليفوناتنا كيفاش ولات، شوف عيشتنا كيفاش ولات، مش نجم تعديها على الناس، خاصة التونسي إنسان ذكي دونك مش نجم تعديها عليه. فاليوم راه في روحي اللي أنا في ميليتونس في نضال يومي حتى مع روحي. تغرني الفلوس والمظاهر، لكن الكتيبة عندي أنا هي ستون فورم. معناتها كيما يقول لنا كيما قراونا قبل في ليبسي يقولوا لنا في يدك سلاح، أنا في يدي زوج سلاحات، في يدي ميكرو نغني بيه وفي يدي ستيلو نكتب بيه. دونك سي عندي أنا سي ديليكا. تكتب على روحك؟ لا تشكر روحك هكا الفنانة جامي القيدومة جامي فنانة والطيارة واللي صوتها خارق العادة جامي جامي. لا كتبت على زوج من الناس، كتبت على فنانين. كتبت مثلا تعمل ايفينمون تكتب عليه دونك تكتب ما نجمش. لا حتى هو كي عاملين تشارك في حدث ولا تشارك في مهرجان نحبك يا شعب تجي تكتب على المهرجان ولا على الحدث. اما عديت البابيي هاك تشهر في روحك تو انت معناها كيما انا عندي برنامج نجي نقول على السلامة مرحبا بكم معاكم ريم غريبة الاطوار باش تقدم لكم برنامج هذايا ونقول بربي اسمه غنيتي من بعد هاي عندي غنية اسمها مثلا ندرى شنو وقت اللي عملنا مثلا عيد ميلاد جوهرة وعملنا نحبك يا شعب غنينا فيها عديت البابيي ما حطيتش اسمي. مو معروف انت عاده موجوده. لا ما كتبتش باسمي ما نحطش في الاخبار الفنيه وديما نبعد على الفن مع على الفن الاخبار الفنيه حطيت ديما نكتب في افتتاحيه واسمها وجهه نظر ومن بعد ورقات ثوره في اخبار تونس اليوم موجوده على الانترنت كما قلت لك او في اول زاده مجله قبل ما نعمل هنا نيوز اللي هي نتاعي انا مجلتي الخاصه بي. نكتب في السوسيو بوليتيك افتتاحيه عنديش علاقه بالفن. الزوز فنانين اللي كتبت عليهم كتبت على لطفي بوشناق كتبت رساله الى السفير لطفي بوشناق استاذي طبعا نحييه وكتبت على زياد غرسه حدثني ابن غرسه عن الفن قال ارتيكل نحكي فيه عن الفن التونسي وعلى بيلي مهم في الحضاره في الحضاره في حضارتنا اللي هي الرشيده. ما كتبتش على عباد كنت على زوز من الناس اثروا فيا برشا. نحس حسب علاقتي بيك ما ولي نعرف عليك الحمد لله عندك انحياز خاص لطفي بوشناق ومحليل انحياز محليل انحياز بس ما تحكيش عليه بموضوع يا لطفي بوشناق عندك محبه خاصه لطفي بوشناق هو فنان تونس نحبوه الناس كلها طبعا نحب لطفي بوشناق ونحب زيد برشا
تزيد غارسه برشا دوم من الناس اللي نحبهم ماثروا فيا. شوف لطفي بوشريق مدرسه، اذا كان نحاز للمدارس ونتعلم منهم طريقه مباشره وغير مباشره هنيئا لي. فيطيب التاثر يعني، علاش نتاثر بانسان فارغ؟ تاثرت مدرسه مهمه، وتاثرت بفنان كبير اللي لحن لي انا كلي على بعضي، تعديت اول مره على جوهر افام. دونك ما تراه ميشون يعني، تراه خايب هذا. لا سؤال بريء، انا نحترمه الفنان لطفي بوشناق ومن المعجبين لطفي بوشناق. هو وقت اللي نمشي الحفلات لبرا يقولوا لي تونس شنو حوالي عشان حوالي لطفي بوشناق، ان يعادي لفنان عالم وحضاره مهم. رايت البلاد مهم برشا. طبعا مهم ياسر، هذا انسان بعود وصل غنيت، وصل الفن التونسي للعالم. ما فماش برشا اللي عملوا يعني كانت همهم العالميه في الفن في التوانسه، ما عندناش برشا. بلوتو بتيتر لي انسترومونتيست عازفين ولا، اما بصراحه ما عندناش. باش نرجعوا نحكيوا على فنك، على غنيت اللي جات بعد طير يا طير بيا، باش نحكيوا على المزيكا، باش نحكيوا على الاسماء، باش نحكيوا على برشا حاجات خاصين بوفي بوكيل من بعد شويه، وما زالوا برشا اسماء باش نزيد نطرحهم عليه. واش علينا هنا انا طاش في البراكاج، اما من البراكاج جميل، تجيبوا لي قهوه. والله لا يا عبد السلام انا ديما نحبك ميساج، كان هكا براكاجاتك ديما براكاج جميل. حق على ذكر احنا نفرحوا بيك. انا اليوم زعما عندي حوايج من برا باش نحبك تشوفك تشريش معناها. وا هي تحكي على خاطر نعرفك مغرومه بالشوبينغ. او عندي اون روب نوار هكا صافي تيزي ولا بالحق ولا تيزي عارف فرش في الروب هذا باش نوريه في الكام. واه تاخذ هذه جبت هذه يزي بلا واحد نتاع قدام. ايوا ولا للبيع هذا يزي يا بنتي، يا روبتي هذه التونيك شتو توا يا بنتي قدام الناس هكا توا. شوفها شوف منين جبتها هذه عبسة عبد السلام سوري نقول لك حاجه انيولي انت من اليوم تاخذها الروب هذايا ما تقدمش بحال هذايا اقل شيء 340 علي 340 بيونسي هنا بيونسي بوكيل بيونسي بوكيل والله ترافي انا زوالي لي 340 مش غالي راه قدي 135 يورو هذو ما يجي 120 لا لا تتسمى غالية ليسي وعلى التوندونس نوريها في الكاميرا تو يشوفوها يقولوا لي وشويه هكا معناتها وعليا وعليا اما شنو ماهيش حلال برشا الربا انا مكشوفه مكشوفه اليدين والرجلين مش بيتونيك. انا شوف معروف علي لان كنت نلبس برشا عربي تونسي وتوا قاعده ديما لباسي الحمد لله محترم نقدر العائلات تفرجوا فيا فن حاجه ديما فوقها فيست ولا فوقها والستره باهي راه وعائلات ندخلهم تو في العروسات ولا واحد ديما نقول كيما بابا فما من بابا برشا ومن امي يعني بالك خاطر بصحتك برشا وفي ما يوتيكش العريض. قلت تبارك الله انا مترو 77. يا بنتي شنو هذا البراكاج تسمعني الكلام؟ تبراكيني وتسمعني الكلام. هكا توا. لا لا بالعكس انا بون سمنانة شوية بس انت عارف اني يعني تونس بلد الثاني يعني والله. كيما فنانة مصر كي سمانو. يقول لك والله اخذت لحمة عشان الدور يعني. اخذت عشان والله عشان الدور انا عشان الفن كده غني احسن وكده وحاجات وحله الرز المعمر وكده انت رجعني مروب الوحده نتاعي لا هذه البيعه وقلت لك سيريو قلت لك هذه ليه والله شريتها شفت قبيله عبد السلام انت انسان متامر وخائف حتى تيب وفاء حتى على الفيس ديما تهبط بريك وسلايت وتاجين والروز البرياني الخليجي بالبهارات الهندية البهارات الهندية نحب التطيب وقت اللي نبدا شيخ عامل جو نهرب نديكونيكتي بمخي معناها التطيب عندي انا عالم اخر غير الموسيقى غير الكتيبة غير الفن غير نمشي معناها هكا نتفرهد نصنف نطيب روز بالكدا خليجي بالكدا كبسة معناها برياني مش الكبسه نتاع براكاج نتاعك نحسك عندك هكا شويه ميولات للخليج اي بعد التجربه اللي بيا دورتها خليجي استنى جيتك بسؤال تحكي شويه خليجي تتكلم خليجي طبعا تكلم. قلت لك غني سمعني اكستري سمعتني خليجي عراقي طبعا خليجي عرضك زميلك عندك مده ما ريتوش قلت له اهلين ندرى شكون حمد ولا ما بعرف انا يعني بالحق حسسني وكانك في بلدك ثاني تونس معنا ليه؟ سامحني ما انا هذاك الكل مش وفاء بوكيل وفاء بو ال بوكيل اش خصني هو جيت ال بوكيل شوف انا نكتب خليجي مليح نكتب خليجي وغنيت خليجي غنيت ضربني وبكى غنيت ننطق مليح اللي في مرجاني قرين الثقافي في الكويت كي غنيت
يقولوا لي كيفاش تغني الأسمرانية وعوافي وتغني في الغناء الكويتي القديم باللهجة الكويتية اللي أصلا كويت أولادنا يبدأوا عايشين البرة ولا أبوهم وأمهم يقريهم البرة ما همش يتكلموش كيف ننطق مليح. حتى الليبي داخل غناية صغريد النضال اللي عملها لي ناصر المزداوي الملحن الكبير الليبي اللي لحن لعمرو ذياب حبيب نور العين ومور سويت المعروفين عمل لي صغريد النضال كانت هدية للثورة الليبية ننطق الليبي مليح وهذا مش عيب عندي أنا أصول الوالد ليبي يعني من أصل ليبي وما ما بالعكس إذا شرفني أنا نتكلم باللهجات الكل بالعكس بيه. على فكرة الموسيقى الليبية من أرقى الموسيقات الليبي والخليجي مش بعاد على بعضنا مش بعاد على اللهجة اللي في الجنوب في تونس لهجة الصحراء ولهجة الجنوب توزر وقبلي وقابس فعندي أنا بالعكس لازم الفنان يكون يعرف يتكلم وصافي بارتي من الايدنتيتي اللي نضرب عليها ديما نخمم عليه العربيه معناها في الاغاني الليبيه القديمه فما كلاسيسيزم راهو كما في الشعر معناها فما كما في كل مثلا فما قصائد معينين تلقى فيهم الحاجات مثلا الكلاسيكيه الوقفه الطلاليه مثلا كما في قصائد امرؤ القيس مثلا هذايا معناتها من مظاهر الثابته في القصائد مثلا كما في الخليج في الموسيقى الليبيه فما في المقدمه يعني الانترو ميوزيكال فما حاجات كلاسيكيه معناها فما جمل لحنيه تتقال ديما في المقدمه اللي جدتها بعد ذكرى محمد يرحمه وهذا موجود حتى في الخليجي فما النبطي وفما الحضرمي وفما كيف الليبي موجود يعني فما شكون يقول اللي انت قلت اللي جدتها ذكرى فما شكون يقول اللي مايحها حميد شعري مش مايحها لا بالعكس انا نظره حميد شعري تعجبني على خاطر مع ناس المزداوي عملوا اللي لحن زغريد النضال عملوا برشا حاجات لعمرو ذياب واللي دخلت الاغنيه الليبيه للشرقي يعني من باب الشرق من باب مصر بالعكس علاش انا ما نجمش نميع اغنية تونسية كتب ذا هاوس خليني نكلم العباد بالخطاب الاكتوال اللي يفهموه ونقاعد معنا الايدنتيتي يعني هذا ما عندنا مش عيب بالعكس هذا به يشجع معنا نلعبوا لعبة صغيرة نخاف منك انا وليت معنا مرة طلع لي في حويجي مرة طلعت براكي فيا مرة حقش قلت بشتريها روبا ولي قديش توا زيد التغليت توا خاطر ثما فونت زونشير على الاس ام اس وصلت 640 دينار اورو 640 يا حليلي باهي انت تشوفيها غاليه 640 دينار لا ماهيش هي شوف انا عجبتني ماهيش اون مارك معناها اللي كبيره معروفه معناها هي عجبتني على خاطر انا ياسر نحب يقولوا لي انت كلاسيك في حوايجك يا نلبس عربي تونسي يا نلبس كلاسيك نحب الحاجات الكلاسيكيه ونحب السبور شيك فما ما انا تاجو بريفير نلبس حاجات مش كيما الناس نحاول معنا هو انت حتى في اللوك ما تبدلش ديما شعرك هكا حلو نفس اللوك نفس المشطه نفس كل شيء تبدلش اللوك ماكش من الفنانات اللي ديما يبدلوا اللوك الالوان وكل انا نحب شعري لكحل برشا هذا شعري ناتوريل مش مصبوغ على فكره صبغته مره في حياتي في طريق نجوم وندمت ماما عطاتني تريح انا نحب بروفيلي ناتوريل معناه ونحب روحي لا بوتوكس لا شيء جو سوي كوم سا معناتها كبيري نعمل ماسك ولا هكا نحب برشا البيو الحاجات البيو في الدار نستغل لي فروي نعمل بهم دي ماسك تا وقت الفريز به الفريز للوجه تي الاخضر العنايه استنى شويه حتى يرخص خاطر غلي برشا الغلا غليت شوف خير ربي برشا بركة يهدي تهدى النفوس وترجع تونس كما كانت وانا ديما نقول لي فوقنا اسم اللطيف معناها تونس عمرها بحول الله عمرنا من سورتو في الماكله ديما يضرب علينا هكا نحس همش نرجعوا للسياسه من بعد شويه خطاني من السياسه ريم خطاني لا عاد باش نرجعوا للغنيه اللي عملت لك موقف فما ناس خذت منك موقف عاد نرجع للسير راشحين مستر بروبر ولا والناس الكل اللي اخذوا منك موقف في العائله على غنيه مش هو معناه مش هو الموقف بالعكس انا راشحي نحبه ونحب برشا عباد العقلاء اللي كيف هو على خاطر العباد اللي عندها غيره على البلاد انا كنت نتمنى باغ اكزومبل يكون عنده حزب توا وقاعد يخدم يعني انا من الناس اللي كنت وقت شد الداخليه كنت فرحانه نقول يا ربي ما تنفع جينا حد في الداخليه حد نظيف معناه لكن انا نتمنى توا النفوس تهدى ما نحبش ندخل في السياسه اما غنيت كل يوم تعبر على على اللي حسيت به ونريت نهارت لي تشد سامي الفهري توقف انا كتبت الكلام ويقولوا تات تدلدل في ساقيه على الحدث انا عمري ما نركب على الحدث وذي
مره جبتو لي مذيعه في انترفيو قلت لها ما نحبش نحكي فيه، لكن فماش حاجه تحشمني معناها. انا نهار اللي هو توقف كتبت الكلام قلت ذكرني شويه بال كل يوم نفس وقت النوم كيف العاده، تنزل دموعي ماليه الوساده، وكل يوم نفس البارح، كل يوم نفس الجرح نفس الجارح، وكل يوم دمعي فوق خدي سارح، وكل يوم نفس الحلم، كل يوم نفس الشخص نفس الظل، وكل يوم نفس القصة، كل يوم نفس الدمعة نفس الغصة، وكل يوم نفس الشيء، كل يوم تخطر يا وطن علي، كل يوم تخطر يا بعيد علي. تتأولها كما تحبها، أولا على الغربة، على غربة الناس اللي عايشين في تونس وحاسين بغربة في بلادهم، اللي عايشين فيه ذاك المقرس وذاك المعجون وحليل البلاد اللي قاعدة في الوسط، والناس اللي عايشة اللي مش فاهمة حتى شيء. يعني أنا فنانة لكني من الناس هذو، منخمم على العباد الزوالية والعباد القليلة والعباد اللي تخمم على قفة كل يوم يعني. ولا سي كل يوم هذه حكايتها. قداش تصرف كل يوم وفاء؟ فلوس هاي فلوس ما مش نصرف كروية معنا. سا ديبون، انا نصرف على فني، نصرف على كل يوم في المعدل قداش تصرف ولا ما عندكش؟ دالي ما نجمش نقول كل يوم قداش نصرف، اما مصروف جيد معناها مش من نوع اللي. اكثر حاجه تصرف عليها شنو؟ سبابة اللبسة، المكياج، ليسونس، ماكلة، ليزاكسيسوار. ماكلة ذيك باس تصرف عليها كمان تحسين. الله لا ينحي لي بابا وامي، الله ينحيهم عليا. قهوة الززوة بالنسري متاع زغوين عاد في القهوة، وكعك كعك الورقة. هي الوالدة تجيب الماكلة، تجيب ساعات 20 صنف مسكينة حكة تحطه في الفريجيدير وتمشي معناها. ما لسناش ناخذ النسري من عند وفي بوكي. ما النسري من 15 ماي حتى ال 15 ماي جمعتين في العام، ونهدي لك دبوزة روح اللي هي النسري التقطير الأولاني. بربي يقول دبوزة الروح شنو هي بالضبط؟ خاطر تقول تهدي لي دبوزة روح. أنا دبوزة روح هي. وضح شنو هي الدبوزة اللي تهدي لي. النسري دبوزة حلال راهي تهدي لي. لا حلال 100%. دبوزة النسري هي نبتة النسري موجودة في زوج بلايص في العالم. موجودة في بلاصة في أندلسية في إسبانيا، اللي كي جاوا الأندلس من طردين 1492 منهم عائلة عزيزي هبطوها معاهم النبتة، زرعوها في زغوان لأن زغوان فيها ماء حلو. لون سوخس ماء العذب، وهي اسمها ماء معناتها كليما معين. فنجحت في زغوان، وقالوا فما بلاد في سوريا صغيره تو سوريا مشات. يعني النبته هذه تتنحى في الفجر قبل ما تطلع الشمس، كيش كي تنحيها في الشمس تموت. 15 يوم في العام تنبت، نقطروا منها النسري، ماء النسري كيما الزهر يتقطر، لكن ماء غفيني على الاخر، وفين ويصنعوا به دواء القلب. به القلب على الاخر. فما غوسيت نحن نعملوها من البوعة جد، يعني معنا مئات سنين، اللي هي بالسكر واحد سكر المحاور. كيفاش تستعملوه؟ تستعملوه سامحني كزهر معناها؟ على خوين طيبوا بيه الحلو، نعملوا بيه الاختصاص نتاعنا اللي هو كعك بالنسري معجون. انا حتى كي تجيني معناها دبوزه هديه نتاع نسري نعملها في الززوه كيما الزهر كها. وتنجم تعمل بيه الحلو، بنينه ياسر في الحلو، بنينه في الحلو. اما نحن نعجنوا به، نعمل به رشه البقلاوه في الاخر. ولا كعك الورقه. كعك الورقه نتاعنا نحن اللي ما ينجم حتى حد يعمله كان في زغوان. نلعبوا لعبه صغيره، نمشوا للموزيك. جاوبني بنعم او لا. شو شوفك مغروم بالحيوانات ولا؟ نحب نتفرج في ناشونال جيوغرافيك ابو ظبي هيك نموت عليه. جاوبني ما انت حاسس ما تعرف انت، نعملوا لك سكور يا عبد السلام شدنا الحساب هو محمد. باهي. اجمل ينسى اللي يظلم ولا ما ينساش اللي يظلم؟ لا ما ينساش اجمل. لا ليه؟ جواب صحيح يعطيك صح. بس في قاله وفي بوكي، حضروا لي كل ما فما اجابه صحيحه نسمعوا ابوديسمون على وفي بوكي. اوليه السؤال مويل. النسر، تعرف النسر واحنا كنا نحكيوا عن النسر، تعرف اللي النسري ما يموتش؟ النسر معناتها النسر ما يموتش، اما ينتحر بسبب المرض، كي يمرض ينتحر. يقول لك انا شامخ كالنسر، تعرفش علاش؟ نعم ام لا؟ صحيح، خاطر ما يرضاش في روحه الضعف. ما يحبش يكون يقتلوا، تصير له حاجه ديريكت يمشي يعملوا. ما يقبلش المرض معناها. يخبش روحه. ينتحر، يخبش روحه وينتحر باش ما. يقول لك انت شامخ كالنسر. انت شامخ كالنسر، يقول لك كالنسره. معناها ما ترضاش في روحك الهوان معناها. جواب صحيح هكا ولا؟ يعطيك صحة معلوماتك هي. موت على الحيوانات. الزرافة تنام في اليوم 9 دقائق فقط على 3 مراحل، نعم أم لا؟ بما أني أنا تبيلي أقول يا وفاء زرافة منين؟ أنت وفاء زرافة دونك، أما أنت صوفك ترقد على 23 ساعة ولا 24؟ الليل لطف عليا. نتصورها ترقد هكاك خاطر عنقها طويل، نتصور لوجيكمون فما لوجيك تاع الأشياء. نعم صحيح، ترقد 9 دقائق في النهار صحيح وعلى 3 مراحل. صح عليا، طيارة نتاع حيوانات.
الفيل يبكي وقت اللي يكون حزين، نعم أم لا؟ أي فما دموع الفيل، ونعرف دموع التماسيح اللي كان منها برشا في تونس. يا كسا. الجواب صحيح. الحصان يموت إذا كان قصوله ديله، نعم أم لا؟ يظهر لي أي، خاطر عمري ما ريت حصان قبل. بابا عزيزي كان يربي الحصان وإحنا صغار، بابا ديما يصورهم لليوم، دونك عمري ما ريت حصان ديله مقصوص. نتصور يا صحيح يموت. جواب صحيح، الحصان يموت إذا كان عندي أربعة إجابات صحيحة. أربعة إجابات صحيحة. باهي. الدلفين لي دوفان نموت عليهم. وقت اللي يرقد يسكر عين ويحل عين، معناها يرقد عين بعين، نعم أم لا؟ ينجم يكون، ينجم يكون، خاطر في التصاور ديما في في الانترنت نبدا نشوف تصاور الدوفان، وشفتهم في دبي كيكا شفتهم، نحس اللي عيني. قلت لك راك مغرومه بالخليج ديما، لي ريفيرونس نتاعك كويت وقطر ودبي. اما خير ولا ريفيرونس تاعي بلاد اخرى، مثلا بلاد اخرى. لا شنو مثال بلاد اخرى؟ بلاد اخرى مثال بلاد عدو، عد عرب خير، وكان جا العرب خيرهم في بعضهم ولا لاباس علينا، ولا لا كلامي غلط. معنا قطر ماهيش، قطر في حسب رايك انت ماهيش بلد عدو؟ انا عربي اصيل. جاوبني على السؤال، قطر وبدل عدو؟ وفي اصالتي تكمن علتي يا خلتي. ان شاء الله الجنسيه تاخذها في 2014. انا شوف قلك حاجه عادل، هنا طابش نولي وفاه واحده اخرى، انا نموت على تونس وباسبوري الاخضر ما نبدلوش لو كان يمدولي مليارات العالم. انا كي روحت قبل الثوره انا نسيت انا مانيش في تونس، وفي المطار في مصر قالوا لي ما تدخلش على خاطر تونس بلد مصدر للثوره. شنو عندي الباسبور عندي الباسبور التونسي عندنا هذاك، عندنا وقت تونس في ثوره ومش في كل بلد مصدر للثوره. انا عندي هنا ما تكيني هز عينيا فيدي معناها. باش نرجع لحكايه الباسبورات هذه، مش نعديها لك راهو، خلينا نكملوا الحيوانات تاع. انت تحب توقفني. الدلفين نعم جواب صحيح، يرقد بعين واحده. باهي، خمسه على خمسه. التمساح يبكي وقت اللي يفرح. صحيحه. اخوك دموع التمسيح. اي اي لي صحيحه، خاطر التمساح يبكي. اي يبكي، شنو المشكل؟ نعم والجواب صحيح. الاسد يخاف من صوت السردوك. الأسد يخاف من صوت الديك، نعم أم لا؟ في بالي الأسد لبة تمشي تصطاد له كل، دونك لازم عنده نقاط ضعف، نجم يكون صحيح، نجم يكون. نعم والجواب صحيح. جبين. ليوين. في الآخر حلقة طلع على الأسد جبين. النملة. النملة يغمى عليها عندما تعطس. على خاطر يقولوا الكركاس عندها على هيك العظمي. نجم يكون فراجيل بدنا، خاطر نعرف ليه عندها هيك وقت اللي تعطس الدوخ النمال نجم تطرشق زاد. يعطيك الصحة. كل سيبو كل والله صحيحة. شوف فما لوجيك في الأشياء، تبع المنطق نتاع الأشياء تنجم تعيش هاني مريقل. كيما اليوم لو كان نطبقوا منطق الحاجات، منطق اللي قالوا ربي، منطق اللي يقول به الإنسانية، ومنطق اللي يقولوا به الأديان الكل، نحن نعيش ولا بيس ما فما منطق. بعد لعبة الحيوانات عندنا لعبة أخرى. شنو هي لعبة؟ لعبة الأحزاب والأغاني. اختارنا من الأحزاب، قلت لك قرب لبعض وبوش بعاد. اختارنا اختارنا. نخاف منهم من الألعاب هذوما، نخاف منهم. نحسك ابعد عن الشر يا عمري وغني. ما تحبش تغني برشا، ما تحبش تحكي برشا على الأحزاب. حتى كي عملت أغنية وقت الزينة عملت أنا سمرة تونسية، وما كنتش مرأة بنفسجية ياسر، كنت يعني بنفسجية من بعيد فاتحة معناتها على الروز. الله يعطيك الصحة كي اعترفتي. خاطر وقتها شوف اسأل الناس المقربين مني، كنت نخاف نعمل أغنية وطنية، كنت نخاف. خاطر الوطنية باش تقعد مربوطة بشخص، مربوطة بشخص. أنا كانت عندي قناعة اللي أنا نزع معناتها باش نولي ثورية ونركب على أحزاب، فما أنا كيكة بيعتي يعني التمسيح الجوخ قال اللبناني أو التلحيس أنا ما نحبوش بطبيعتي يعني. حتى في خدمتي ما نجمش نخدم كان مع ناس نحبهم، ما يلحن لي كان عبد نحبه صديقي أو عبد قريب لي. بربي ثم حاجة نحب نسألها لك قبل ما نمشوا الأحزاب. المرايات لبستهم دوفو معناها تاع نظر باش تخوفني زعما؟ لا انا خاطر سامحني ثم برشا فنانين او ناس كيف تجي تعمل لهم انترفيو اول ما يقعد يلبس لك مرايات ويكحر لك
معناها في في النفسيه نتاعو انه يخوف الانيماتور ولا ولا بشي فايس ولا بشي فايس لا اور انا معناها ما نخافش ما نتقلقش من المرايات. شوف دكتور بن سعيد نجيب غدوه لوردونونس نبعث لك نعطيك الغابور عيني هذه ناقصه واحد فاصل معناها كي تغزر لي من فوق المرايات ما نخافش راه ليه انا عمري ما كنت ما عنديش الواحد دي تقاري كوميونيكاسيون دونك نعرف معناها روحي اش نعمل بكدا ماني ما صعيبش نعمل حتى نحن خاطر قريناهم الحاجات هذوما لا 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 صعيب ما نعملهاش ما نعملها ما نحاربكش بسلاح نحاربك بسلاح انت ما عندكش منه ما نتصور هكا كمان ليس هكا شنو هو اي حد انا ما قلت في المطلق معناها ما نحاربش بسلاح موجود ديما سلاحي ما معناتها اذا كان هكا كان باش نتعاملوا في المعاملات الكوميونيكاسيون عندها دي فورم معروفين شنو مسحي برشا مانيش من باب التعلط ولا من باب الكومبلكس هذاك عليك ماني نغاره كيسا نتعمل نتعمل قل لي نعطيك اربع حزاف جاوبني بمطلع اغنيه ولا ما يقتلوني اليوم حزب النهضه بيان سور غريتي بيا تبعتك حزب النهضه غريتي بيا تبعت غريتي بيا حزب الجبهه الشعبيه طلوا حبابنا طلوا نسم يا هوا بلادي وين ربوعنا حلوا تحت زهرات الوادي وبالفيات غنينا وعلى الميات تلاقينا خلاص طلوا حبابنا اعطوك حق العربون خاطر غنيت لهم بزيد جماعه الجبهه الشعبيه ربي معاه ربي معاهم الجبهه الشعبيه انا مع الجبهات ومع الشعب مع الشعب اللي جبهته الفوق دي المؤتمر المؤتمر يا مجنون مش انا ليلى ولا تمسني في هواك ميلة عايزنا اقول بحبك ليه بحبك بس مش قايلة يا مجنون انا الكلمة لازم العباد تسطرها معنا يا مجنون مش انا هي ورايا دروس وكلية هاي سيدك هاي حركني دي تونس اخر حزب وتعالى تعالى تعالى يا حبيب العمر تعالى يا ايد يا سيبسي ام كامن سون عرفت هذيك ايت القريب اللي يشوف اللي ان شاء الله اللي يدو بالخير على البلاد ربي يزيد يبارك له واللي يدو بالشر وناوي على مصلحه للروح ولا خبث تونس لم تعد تحتمل اكثر من هكا نتصور قلت لي انا نغاره بكري تغير من اللي ينشحوا في الانتوراج نتاعك لا جمله لا لا والله لا لا بدليل اني نحاول ديما ما شبهت لحد وحتى كي عملت باركور متوسط المدى عمري ما شبهت لحد حتى في لبستي حتى في كلامي نحاول اني ما نقلد حد في مكياجي في ما نحبش نحب كل واحد ينجح والله شوف اللي يعمل اغنيه جديده برشا نكلمهم منير حمدي اخر مره كي تعبت نهار اللي تحت في تلي نمشي لهم صحابي جو غارد دي بون تيرم افيك تو افيك تو موند انت من ما عنديش الغيره ما نغيرش اللي باش نغير بيه انرجي تمشي في الضايع نخدم بها خدمه اخرى نعمل بها حاجه الاغنيه جوست نرجع الاغنيه اللي غنيتها بعد تربيه ما ضربتش كما الاغنيه الاولى يا عيني عليك اما نجحت كمان حبوها العباد حبوها قعدت علاش نفس ستيل معناتها انت قلت لولا نجحت خلينا نجرب الثانيه وي علاش لا انا شونج با اون ايكيب كي غاني علاش لا ونعيد الكره مرتين لاني العباد حفظتها حبيتها في العالم الكل تلي شارجمون بالملايين تاع الاغنيه والكليك في العالم عليها على تحميلها وسمعانها معناتها مش عيد اذا كان نعاود حاجه نجحت فيها بالعكس تحسبني لي انا لينا شرفي في المحاوله باش ننجح الاغنيه ما نجحتش كيما الاولى لي توميو مثال ثاني مازال موجود مش مشكله ديدي لليوم يغني في الشوف خالد 20 سنه يغني فيها ماهوش مشكله انا قاعدين نحاولوا ونعمل في دي بروفيل نجرب فيهم اللي نجرب فيهم روحي كيما كل يوم كيما يعني برشا اغنيه انا كلي وجديد مع عبد الحكيم بالقايد وجديد مع زياد غرسه زاده دونك نحاول هكا علاش فهمت انا كتبت مقال على زياد غرسه
اللي لحن لك غنيه تكتب عليه مقال في الجريده الالكترونيه نتاعك. شوفي انت تحب تعمل لي سابوتاج، انا ما نخليلكش المجال ولا غبار عليا، وزياد عطاني الاغنيه قبل الواحد قبل قبل الارتيكل معناها مانيش مزيد. شوف الناس هذم ما همش يستنيو في انا، يعني تاريخهم اكبر من القلم واكبر من المساحه اللي عندي باش نكتبها. مجامله برا مجامله انت تعمل، ماهمش مستحقين المجامله، مش مستحقين لا باش يعطيو فلوس الناس تكتب عليهم، ولا زياد مستحق باش عاد ليه معطاني غنية فرح. تحبهم؟ احترمهم جدا، ان نحترم كل انسان، انت نحترمك في ديك ميكرو، عملت مساج وشبهت للناس في الشارع نحترمك، كل واحد نحس انه هو يعطي ان بلوس للبلاد انا نحترمه معاه. انا باش نكون موضوعيه الحقيقه، خاطر انا فدلكت معاك معناها توا اعطيتني الحس زياد على تنبيره صغيره. اما جو ريسبكت موا لو انت عندك بوفوار انه تكتب في صحيفه الكترونيه، اما ما كتبتش على بيتك راهي، انا نعرف الشيء هذا، عمرك ما ضريت عبد بالقلم نتاعك. صعيب ما نجمش. كي نشكروا بعضنا حاجه باهيه، فنان لطفي بوشناق فنان كبير ماهوش باش يستحق اليوم شهاده من يستحق ارتيكل ولا من اما قاعدة فنان زياد غرسه كيف كيف اسامي كبيره ماهيش باش تستحق شكر لا مني لا منك. فما جمله قعدت في الاخر كتبت جمله قلت بما يتهموا انه ازلام ومش ازلام، طبعا مش انا اللي باش نجي نبرر موقف اي فنان فيهم، لكن قلت ولدت الجمله هذيا تتقال في برشا اذاعات وفي التلفزيون يقولوا شو محلاهم، وفما ناس ما تعرفش اللي يلقاوها في الانترنت، ولدت كل كونسيني كل جمله كل قلت عيب سنتين بعد الثوره ان تكون القناصه اشاعه وان يكون لطفي بوشناق فنانا للبلاد، عيب معناها وهو مع ناس اخرين اللي معناها تصور يصورهم بابا 20 سنه 30 سنه من وقت بورقيبه لوحوهم اللي تابلوه نطيحوا الحنايا باش نرضيوا الناس، عيب خلي الناس تخدم على رواحها وخلي الناس اللي عنده ما يقول في روحه خليه يعبر توصل للناس الكل. فان دي ميسيون يا وفاء راهو كمان نحب نقول برشا ميرسي خاطر فرحتوني اليوم ونستوني عبد السلام ميرسي على السوربريز، وانتم ليكيب تبارك الله الاولاد فرحوا بيا واكلوا لي طاخت وانتم شوف انا نحب سوسه برشا وديما نقول على سجيتهم الناس مازالوا طيبين. ريم اللي نحبوا فيك اللي انت عفويه وتشبه للناس وعندك ميكرو عفوي كيما روحك، ونحب العبد اللي عنده بروفيل ايدنتيتي واضحه اللي انا لهنا، وتبارك الله في العامين الاخرين تبعتك فيهم وفات عامين 3 سنين شفت كلينتي عملت قاعده وناس يحبوك مش مجامله، كنت نجم ما تجيبنيش ونقولوا الكلام. فرحانه لانت مراه بروفيسيونيل وعلى درجه كبيره من الحرفيه ومن المسؤوليه، خليت اليوم ربطت الخيوط تبارك الله مع ليكيب وما شاء الله عليهم الكل حتى اللي ساكنين في الشارع والناس الكل. ميرسي بيك يا وفاء، ان شاء الله ديما بحذانا وان شاء الله ديما منورين. عندي كلمه ديما نختم بها ليميسيون تاعنا، فيف ليسبري ديكيب على ستاسيون جوهر اف ام، ا تري بيانتو باي باي. جوهر اف ام.net. Nous sommes là où vous êtes.